بشر من مدينة الدار البيضاء، وحنا الآن مع رئيسة جمعية صفوت النور لذوي الهمم، وأيضا مع جمعية نجم فرح أكاديمي اللي دار واحد الماتش زوين اليوم. الفائدة ديال الوليدات بطبيعة الحال الوليدات اللي من ذوي الهمم والأسوياء، زوين هذا لو ميلونج هذا اللي كيكون، حيت الوليدات كيفرحوا وكيحسوا بواحد الجو زوين. واليوم شفنا تبارك الله أجواء زوينة، نوريهم الأجواء أن الوليدات فرحانين، الوليدات كيحتفلوا بالكؤوس اللي ربحوا والميداليات. السلام عليكم استاذة، الاسم الصفة ديالك، تهضري لنا على هذه المقابلة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مؤسسة ورئيسة جمعية صفوت النور لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم عندنا واحد الحفل ديال بمناسبة عيد العرش المجيد، ارتأينا أن ندير واحد المبادرة ديال مباراة كرة القدم ما بين جمعيتين، جمعية صفوت النور لذوي الاحتياجات الخاصة اللي تابعة لعملة عين الشق، وجمعية فرح أكاديمي اللي تابعة عملة مس السلطان درب السلطان. درنا مقابلة ما بين أسوياء وليدات ما بين الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هاد الكرة اللي احنا ارتأينا بأنها ستغير سلوك ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن العلاجات الشبه طبية حتى هي اللي تقدر تخلي الإنسان والوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة يشوفوا بعيد وآفاق ويدمجوا مع الأسوياء. كنشوفوا هذه الوليدات كيكونوا صغار، كيكون بعض المرات تحتاج تنمر الأمور، يعني الحمد لله بهذه الشراكات اللي كدير وبهذا الدمج اللي كيكون، يعني كيكون شي حاجة زوينة للوليدات. الحمد لله ما بقاش، لأن غيلعبت أغريسيف بالعكس بالعكس، احنا الشعار ديالنا هو ان ذوي الاحتياجات الخاصه تيقولوا نحن مختلفون لكن متساوون، وبالنسبه للاسوياء حتى هما خايبين هذا الشعار بان نحن متساوون ولكن ليس عندنا شيء مختلف مع المختلفين من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما من اطفال التوحد وذوي اعاقه خفيفه. كيفاش كانت المقابله اليوم؟ كيفاش كانت المقابله اليوم اللي جمعت ما بين فريقين تبارك الله؟ كان واحد الحماس، داروا تعادل من بعد داروا ضربات جزاء، وكانت واحد المباراه اللي هي شيقه وجميله وكان فيها الحماس. ان شاء الله وحتى تشوفوا ان شاء الله مع الفيديوهات. ان شاء الله هذه المباريات غيبقاو ديما. اكيد اكيد، لان الوليدات كيعجبهم الحال، كيتفاعلوا مع لي ماتش. الوليدات اي رياضه احنا دخلنا لهم في شي العلاجات الطبيه كلها تيداو معها، لان احنا غاديين بالكره القدم خدمنا حتى على السباحه اللي حضرنا شراكه مع مؤسسه محمد السادس للمعاق. كلهم كاع الرياضات الحمد لله اي رياضه حطيتها فيهم تيمشيو معها. الوليدات شنو هو التسميات ديالهم اليوم؟ فرحانين جايبين عائلتهم، جايبين والديهم، الامهات الاباء الاولياء وكلهم تما فرحانين مع وليداتهم، اللي تيشوفوا انهم وليداتهم ولاو ما بقاوش كما قلت لك مختلفين، ولاو بحالهم تيشوفوهم تما بحال الاسوياء، وسيرتو في كره القدم الوليدات تيعشقوا كره القدم. كانوا ميداليات اكيد اكيد. لا كلشي كلشي رابح الحمد لله الحمد لله. شكرا لكم، تبارك الله، صراحه حاجه فريمون زوينه. الحمد لله الوليدات اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه والوليدات ايضا الاسوياء، وكيكون ذاك الدمج وكيكون فرحانين ناشطين وربحوا كاملين، هذا هو الاهم. كله معك، ما كاينش خاطر. اول ما صحيت كله الحمد لله. شكرا لكم، ان شاء الله نحضروا معكم ان شاء الله مقابلات زوينه. الاجواء الاجواء هنايا من قلب هذه القاعه المغطاه، يعني الوليدات فرحانين، يعني انتم كيف ما كتشاهدوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. المقابله اليوم شكون اللي ربح؟ الطوان الفراغ و سكرا سوق الاغل اني اسر زكريا سوق الاغل اسر ايمان سوق
السوق راه السوق السوق راه السوق بزاف 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 السوق راه السوق غير عليه الناس السوق راه السوق راه السوق بزاف 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 شوية سبحان الله تتتتت بغي كرسي بات تتتتت بغي سارقة كاس تتتتت أبغى سيوات تتتتت بغي أمان قصب واه واه أمان قصب النبي واه واه أمان قصب الحاني واه واه أمان قصب النبي واه واه بغي سارقة العقي السيد 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 يا بغي العيبة تبارك الله اليوم يعني كيف ما جاتكم على المشاهدين كانوا هادو هما الاجواء ديال هاد المقابله انتما كيف ما كتشاهدوا معنا الكل فرحان وشي حاجه اللي زوينه يعني هنا مشاهدينا كنتم كنتي قول ربحتوا هنا مشاهدينا مقليه نبداكم نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر السلام عليكم ونهاركم